مرحبا بكم اعزائي المشاهدين مشاهدي القناه الوطنيه انتم الان في حضره الثقافه برنامج جمهوريه الثقافه البرنامج الفكري الحواري الحضاري الذي يتناول كل القضايا الثقافيه مهما كانت اهميه هذه القضايا نناقشها بعيون الكتاب والمخرجين والممثلين والمبدعين وصناع الراي العام والناشطين في مجال الحقوق في مجال المجتمع المدني وحتى في مجال حقوق الانسان طبعا مرحبا بكم سنخصص هذه الحلقه للفن الرابع مره اخرى بعد ايام قرطاج المسرحيه سنخصصها لموضوع مهم يتعلق بدور المسرح في المقاومه الاجتماعيه، عندما نقول المسرح ودوره في المقاومه الاجتماعيه نتحدث عن المسرح الملتزم بالقضايا الاجتماعيه، دوره في التغيير، ودوره في التربيه، ودوره في صناعه الشخصيه الرمزيه التونسيه. في همومها ومشاغلها اعزائي المشاهدين دعونا من اجل نقاش هذه الحلقه مجموعه من المخرجين المسرحيين الممثلين والكتاب لهم علاقه عضويه بالابداع المسرحي سواء كان تمثيلا او اخراجا او دراسه او تصورا جيل جديد اصبح يعبر عن نفسه في هذه المرحله الانتقاليه يبدو ان هذا الجيل اخذ المشعل ويتقدم بخطى ثابته نحو تاسيس او نحو تاسيس اوجه جديده او اطروحات جديده للمسرح التونسي دعونا المخرجه التونسيه سيرين جنون مرحبا بك انا نفرح كي يجوني وجوه جدد في جمهوريه الثقافه سيرين جنون اسمك عنده دلاله كبير كبيره برشا لانه طبعا مرتبط باسم والدك رحمة الله عليه جمهورية الثقافة يحييه من هذا المنبر يحيي روحه هو الفقيد عز الدين جنون أنت مخرجة مسرحية وتؤكدين المثل الشعبي المعروف ولد ولد الوز يطلع عوام ليس كذلك ويبدو أن المسرح عنده عنده علاقة بالعائلة هو في كي تجي تثبت أنت في التركيبات المسرحية في تونس تلقوا أن خلينا نقول أن المسرح أصبح عائلي عادة المخرج تلقاه عنده ابنه يمثل أو بنته تمثل أو زوجته في المسرح وغيرها مرحبا بكي سنتحدث عن هذا الموضوع المسرح والمقاومة ونحب نذكر عندك مسرحية مهمة أعتقد أنها مهمة جدا هي مسرحية أشقف وقد نالت العديد من الجوائز وشاركت في أيام قرطاج المسرحية الدورة الماضية وقامت بجولات خارج تونس في العالم العربي أو في أوروبا مرحبا بك سيرين نحب نذكر سيرين هي ممثلة مسرحية هي مخرجة مسرحية وكذلك عندك شويه مساهمات في دراماتورجيا وفي الكتابه مرحبا بك دعونا يعيشك شكرا على يعيشك ما غير مزيه دعونا احمد أبين بن سعد احمد أبين بن سعد عنده في الحقيقه عده اوجه ولكن اللي يهمني انا فيه اكثر هو الوجه أسأل المسرحي هو ايضا وجه سينمائي له مشاركات في السينما التونسيه وله ايضا مشاركات في الدراما التونسيه واهم شيء حسب رايي انا هو ايضا من علامه من العلامات اليوم البارزه في هذا الجيل المسرحي الجديد الذي يحاول نحت هذا المستقبل المسرحي سواء عن طريق الاخراج او التشارك في تصورات مسرحيه وفنيه مرحبا بك اهلا وسهلا شنو هاللو كذا يا سيد احمد هذايا نتاع نتاع مسرحي مسرحية. مخرجي عرفتك مخرج مسيب تحيه كذا هو حلو هو اللوك شكرا اي ولكن انت 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 عامل اللوك هذاك شكون يعرف بالك ايه؟ يدور في السينما ولا تخطف شي مرحبا بك سيد احمد اهلا وسهلا آه دعونا ايضا ح... نحب نقول انك انت ايضا ننسى انه انتم جيل ايضا لازال ي... يواكب غير منقطع عن المعرفه المسرحيه ايضا لازال يتابع دراسته الأكاديمية العليا وإن شاء الله تماما آه نستنى, نستنى, في أطروحة الدكتوراه عن قريب تاعت. إن شاء الله عن قريب. آه أنا عندي الحق نسألك السؤال هذا بتحال تعرف عليش أنت واضح <applause> آه إذا ما تخيبنيش دعونا أيضا آه الأستاذة سهام عقيل مرحبا بك سهام أنت آه اليوم آه ممثلة مسرحية طبعا أنت جاية من تجربة قديمة في ما في مجال المسرح خليني نسميه انا يعني شفت العمل نتاعكم السابق وانت مساهمة فيه كتابة المسرح الاحتجاجي <applause> اه في زمن كان من الصعب جدا ان واحد يعمل مسرح <applause> فيه نجوه ولكن نعرف انه آآ آآ في آآ في في اجيال في جيل عمره من انقطع عن النضال السياسي وعمره ما على انقطع على الابداع المسرحي انطلاقا من انه الفن المسرحي هو فن المطالبه بالحق مرحبا بك سيام معقيل أذكر أنت مساهمة وكاتبة مسرحية مسرحية مدينة العجائب مرة ثانية أنا شفت النسخة الأولى مرة أخرى أنا شفت النسخة الأولى وشفت العرض المكتمل من إنتاج المسرح الوطني واللي هو من إخراج سي أحمد أمين بن سعد و مرحبا بكم سنتناول موضوع دور اليوم نتساءل مع هذا الجيل الجديد حقيقة انتم مش تمثلوا انتم تمثلوا نوعيه معينه طبعا الجيل اليوم تو ربما استدعوا برشا مخرجين شباب مسرحيين يستاهلوا كل الانتباه والترحيب والتقدير ولكن جمهوريه الثقافه في فلسفتها هي تريبيون منصه تفتح يعني فضاءها لهكذا تجارب ابداعيه وثقافيه وفنيه مهمه اذا تقاليدنا في هذه الحلقه سنشاهد هذه الصوره ونعلق عليها اذا هذه الصوره في الحقيقه عندها علاقه بالمسرح او خلينا نقول بشكل عام عندها علاقه بالفرجه وتتمثل في انه مجموعه من الشباب من معتمدية عقارب ولايه سفاقس حولوا معصرة 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 زيت طبعا معصرة مهجورة إلى قاعة سينما سيرين هذا شنو اللي يلزم يصير في كل الأماكن المهجورة؟ آه إنه أول حاجة معناتها تتبعث فيها روح جديدة، وإذا كان هذه مبادرة، مبادرة معناتها من شباب الجهة، فنشوفوا قديش هما متعطشين ومحتاجين، واللي ما نقول نقولوا احنا ما الدولة باش إنه في كل مكان يكون فما قاعة سينما أقل شيء، ودار ثقافة معناتها اللي تستقطبهم يومياً وسبعة أيام على سبعة، مش كان في وسط الجمعة في أوقات إدارية، دوك قاموا به دو كيف نشوفوا التصويره هذه معناتها والاعمار معناتها حاجه جميله جدا نشوفوا معناتها الشيخ و <applause> معناتها انا اللي اول حاجه جلبتني معناتها الوجوه اوكي أيوة الزاده اللي متك عليه والعينين في معناتها كيفاش يغزروا وليدات الصغار دونك هذه امكانيه اليوم باش نعملوا ثوره ثقافيه في الجهات هذا هذا ايضا شيء مهم انا ذكرني ذكرني وقت اللي كانت في القرى انا ولد قريه انا ولد منجم قريه الجريسه في السبعينات كانوا يجيبوا لنا الحافله نتاع السينما وتعدي الفيلم على تعدي الفيلم على الحيط نتاع مركز الديوانه وكانت الناس تجيب الجلود في الليل ويجيبوا العشوات والعائلات تقعدوا يتفرجوا وكم معناها الصوره هذه انا على الاقل تذكرني بانه ثم اليوم امكانيه كبيره باش نوصلوا الثقافة نوصلوا الثقافة للناس وخاصة دور اللي يقوم به المجتمع المدني بعد ثورة بعد ثورة 14 جانفي أنا رأيي ما يتبدل شيء لما تصير ثورة ثقافية أي نعم هذاك هو اللي ينجم بالحق يبدل العقليه لانه الثقافه ماهوش جوست الفنون دوك الثقافه هي المخ مع طريقه حتى التفكير الكل ثقافته وكلتنا والأكل... العادات نتاعنا هذيك كلها ثقافه أي نعم. دوك لما تصيرش الثوره الثقافيه الحقيقيه م. م... يقعد الفقاني نتاع الايسبرغ اللي تبدل توا سبع سنين لكن الداخل مازال مازال جبل الجليد مزن. راس جبل الجليد كله. لا فوالا الايسبرغ دونك حلوه الاستعاره فعلا نحات اوكي احنا طار آه الراس لكن مازالوا العروق والبقيه الكل مازال موجود في تونس دونك هذه خدمتنا وخدمه الشباب الكل انه يبداو يذوبوا فك الثلج هذاك الكل باش ايه نصنعوا نعم. آه نقولوا احنا هرم اخر او نبنيو تونس هرم يليق بنا هرم شبهلنا هرم شبهلنا شبهلنا العينين والغزرات اللي شفناهم توا اللي محلاهم برشا واضح واضح سهام آه سهام تعليقك سهام الكاتبه المسرحيه الدراماتيرج اللي عندها برشا خلينا نضحك شويه اللي عندها برشا ذكاء في الكتابه المسرحيه بتاعها وعندها عندها يعني الرؤيه انا يعني عجبت تعجبني في الكتابه المسرحيه الرؤيه للعالم واحد عنده فيزيون مونت عباره نتاع لو كاتش يعبر بها على الشيء اللي يختلج حييك على كل حال على الشيء هذا النسغ نسغ هذا المهم آه، تعليق نشكرك اينما ان, من آه، إن أذد... انا عجبني العكاز صراحه <applause> انا عجبني العكاز تنقول لكم علاش انا شكون يقول توصل لهم ثقافه م. ما كي فما كاين ثقافه مقسمه على دو نيفو وكوذيا كيف ما يسميها صغير احمد تونس الاخرى تونس الاخرى عندها ثقافه اكيد اكيد آه... المشكل في الناس اللي عندها الاليات اللي عندها مؤسسات اللي عندها اجهزه من بينها الدوله نجم نصنفوها لكن أه لا سيام سمح لي باش نقص عليك الوليدات هذوما جيني معلومة انا عندهم شعار بهالمبادره هذه شعار غريب وعجيب في قلب مشكله ديسنتراليزاسيون على المركزيه الثقافيه لكم لكم هما رافعين اللي عملوا المبادره هذه لكم مدينتكم ولنا ريفنا يعني ما ننساوش انه هذا في ريف في احد ارياف معتمديه تاع تفضل. جمله قويه وجمله مخطره زيد معبا ما ساهله ما جيتش من من عدم وجيت من وجود مدينه الثقافه اللي في العاصمه وما بين كاين وفما تفرقه بون هذه عندها مم. امتداد تاريخي وسياسي مم. يطول الشرح لكن نحب نقول انه فما برشا من شباب المسرح في الجهات قاعدين يخدموا في خدمه جباره ما نذكر على سبيل أذكر 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 أذكر. عبد الفتاح الكامل في المازونة من, من بداية لحك. الثورة احتل الفضاء فينا العمومي سيا سيا آه عبد احتل الفضاء العمومي احتل المقاهي وصنع من خلال الفضاء العمومي في المازونة صنع ثقافة المازونة بيدها معناها ما جابش آليات فنية هذا يسموه في المسرح فعل الاستحواذ سكوات وطوع آلياته هو خاطره أكاديمي وأستاذ مسرح وكون من خلال باركور مع من خلال باركور تاع العمل نتاعي وكون جمهور غاديكا ينجم في يوم من الايام ينتمي لجمهورية الثقافة دونك المسرح ما عادش آلية مستقيلة تنتظر في في الدولة ولا تنتظر ليه الناس خذت على عاتقها خاطر المبادرة مبادرة خاطر شافت في الإطار السياسي أيه شنو أيه صار، شافت أيه النقابيين، شافت أيه حركات التحرر اللي صارت في تونس من من مجالات عدة، دونك المسرح ماهوش مش 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 بعيد هو موجود غادي قلب غادي المسرح، السينما، الثقافة والحاجة اللي تشبه لهم، ماهيش الحاجات اللي قاعدة تقدم لنا بطريقة مزيفة، بطريقة غريبة، يعني ذول هذه بطريقة هذي خشبية خشبية مزيفة مزيفة, مزيفة, مزيفة فاكتيس يعني فاكتيس ما, تشبه الحد كان الحلقه ضعيفه ما نتخيلش تعبر على ثقافه تونس ثقافه تونس ثقافه الجمهوريه اكبر من من هالطيف هذا واضح واضح سيد احمد السينما أه حق السينما حق هذه هي ثقافة المقاومة، م. ما فما حتى حل اخر ثقافة المقاومة ضد الذين يعتقدون بدون أي جهويات أن تونس تحدها أريانا من جهة وبن عروس من جهة أخرى. <ؤخر> <تفش يبي> كيفاش هذه؟ تونس تحدها أريانا من جهة وبن عروس <اضح> من جهة <أنت> <Ministry> أخرى. لا <تصفيق> هي <تصفيق> 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 تونس الكبرى تونس الكبرى وذكرني التجربة بالتجربة متاع متاع المعصرة متاع هرقل اللي عاملين فيها الجماعة الجامعة التونسية السينمائيين الهواة والنوادي السينما عاملين فيها مهرجان دوري ثانوي دولي كل عام ذكرني بالتجربه بتجارب في ايطاليا اللي افتكوا معاصر نتاع خمر ومعاصر نتاع زيت وعملوا فيهم مسارح وقاعات للتدريب ذكرني بالتجربه الاخيره نشكر جريده الشعب والاستاذ سامي الطاهر عظمك التنفيذي لانه حول مطبعه قديمه من جريده الشعب الى فضاء للتمارين المسرحيه <applause> اه ممتاز ذكرني في مدينه العجائب واحد كنا خاطر كانت خفيفه المسرحيه وتقنيا سهله وفيها ممثله واحده فمشينا من كانت مونودراما. دراما كانت دراما في مشاركه صغيره ليانا مشينا للتطاوين ولقينا احنا باش نعرضوا في فضاء دار قديمه, قديمة. قديمة. كراوها مجموعه من الشباب وقت اللي وصلنا نحن مازالوا ما حضروش قالوا حاطين ايدينا في العجه وحضرنا معاهم جبنا كلكو بروجيكتور من دار الثقافة ربطناهم بالتل شدناهم بالدرشنوا وعملنا عرض من أجمل عروض مدينة العجب واحد في مم. فضاء معناها غير مهيأ بالمرة لكن هو أبي ما بيبلي نجمنا نلقاهم في تطوين بنات ولات يخدموا مع بعضهم اليد في اليد يقدوا في الثقافة ساعات تعرضك صفة تلقائية صفة تلقائية ويلزمك تتعامل مع ال... مع الناس ب... بطريقة طبيعية إذا كان الصديق اللي تقد مع معاهم لابسة فولارة حاجة تخصها وإذا كان مش لابسة حاجة تخصها لكن أنت تقبل انك تنفتحها على تونس الاخرى كما سميتها هي باش يكون عندنا تجارب حقيقيه من هذا النوع، انا ندعو الشباب في كل الاماكن ان وين فرصه انهم يحولوا فضاءات من هذا النوع الى فضاءات ثقافيه يتفضلوا واللي يحب يعاونهم يمشي يعاونهم. أنا, أنا, انا كنت نتمنى تقول أن انا ندعو الشباب انهم يفكوا أيه؟ بعض البلايس اي خاطر فيها هذه فيها, فيها جراه فكره انه واحد يفك مكان مهجور ما هوش مستعمل ويرجع منه حياه هذا مهم جدا مهم جميل جداً. وضروري هيك العام كنت في ايطاليا في, في 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 ميلانو في البيكلو مم. تياترو دي ميلانو وجاو الناس من روما قالوا لنا راهو فما مسرح كبير في روما باعوه بعت بعتوا الدوله باش يعملوه سنتر كوميرسيال كبير الفنانين والمواطنين قعدوا شهرين في وسط المسرح هذاك وما تباعش وقعدت تياترو مم. سي <applause> هذه ثقافة المقاومة واضح ثقافة المقاومة احنا حلينا نفتحوها جوستومون عنده علاقة شيء مربوط بعضه أذكر مرحبا بكم مرة أخرى أحمد أبين بن سعد سهام عقيل سيرين جنون سؤالنا الموضوع اليوم هو المسرح كأداة للمقاومة أو المسرح كأداة للمقاومة من أجل التغيير الاجتماعي أنا نحب ننطلق من ملاحظة نجم تكون ماهيش صحيحة ولكن فيها جانب على الاقل موضوعي من الصحه ونحن مش نحكي على المسرح التونسي ما مش على تجارب اخرى انه اليوم بعد ثمانيه سنوات من هذا الـ الـ خلينا نقول هذه الثوره ثم الناس في اذهانها يعتقدوا انها ماهيش ثوره طبعا ديما ثم الثوره وثم الثوره المضاده ولكن ثم تغيير اليوم ثم شيء ملموس نحبه ولا نكرهه وهو آآ آآ تطور أه معناها شغل المجتمع المدني وانا اعتبر انه المسرحي بجوهره جزء لا يتجزا من المجتمع المدني ثم أه شكون يقول أن المسرحيين في هذه السنوات أه لقوا صعوبه في التعبير عن هذا الواقع لأن هذا الواقع متغير وكانه الواقع هارب بالابداع مش للمسرح بركه حتى السينما وكانه في المراحل الانتقاليه بعد الثورات المبدع او المفكر او الفنان يجد صعوبه في التعبير بانه احيانا احنا شفنا فعلا بعض بعض المظاهر في تونس التي تفوق الخيال وتفوق الخيال الابداعي الى اي مدى وجهه هذه وجهه النظر هذه صحيحه سي حسب رايك تخيل انه الواقع والخيال وليت مساله حقيقيه انه الخيال ولا محدود قدام من اللي تعيش قدام من الاحداث اللي صارت في ثمانية سنين اللي, اللي كانت نجم تصير في اكثر ثلاثة 400 سنه لكن في علاقه بالمسرحيين المسرحيين في تاريخ تونس هي فئه في اضيقه اللي كانت ديما تشتغل على اللحظات التاريخيه اللي كانت تعيش فيها أي نعم. تجارب كانت ضيقة جدا ومعدودة كانت مكثر تجارب تمشي للريفيرانس لل... مرجع. كانت تهرب ويمكن زاد دور الرقابة في المدة طويلة هذيك ديكتاتورية آه، مارس, مارس العنف أي. حتى على الخيال أي. مش على محاكاة أو العمل أو إيجاد فن يجادل مع الواقع دونك الفنانين اللي لقوا عدم جدوى ولا ما لقاوش نجاعة في أنهم يخلط على الواقع ولقاء الخيال سابقه دونك هذه ترجع لهم، دونك لكن فما جيل جديد يحاول يخلق من الواقع لحظات خياليه لكن يلقى فيها صعوبه مثلي انا وصديقي ورفيق دربي احمد بن سعد في المسرح، انه ساعات فما لحظات نعيشوها نحن مش ماهيش لحظات تاريخيه تحكي عليها، نحسوها لحظات تراجيدية ومأساوية قصوى. إيه؟ من خلال قسوتها ذكرت ترجعنا لسوفوكل ترجعنا لإيشيل كيف ما اللحظه كيف ما اللحظه اللي اشتغلنا عليها في مدينه العجيب مره اخرى هي لحظه راس الشهيد المرقص السلطاني انتم ركزتوا ب... على راس الشهيد آه 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 أي ايه آه ظهرت لنا بالحق لحظه مأساوية تراجيدية لحظه تراجيدية بامتياز بامتياز, لحظة بامتياز لحظة اغريقيه اغريقيه يعني اغريقيه حتى الام في في شموخها اغريقيه وحتى تفاعل الزمن على الشخصيه هذه انه بعد مرور فتره راهو رأو الاخ الاخر ترجعنا الاوديب ترجعنا كيفاش نحى عينيه واكتشف له بزوجته ما يكتفيش بهذاك يعاود يجيب منها اربع صغار ما يكتفيش بهذاك دونك الاحداث تتوالى هذا ما ينجمش كان فعل ثوري حقيقي إن نرفض اي انسان نجم يشك ولو للحظه اللي يشك نتخيله قادر على انه يشك في دم الناس يشك في في حقيقه ثابته شبيه شبيه تونس ما, ما يصيرش فيها ثوره أه. تونس تستحق انه يكون فيها ثوره وتستحق انه الجمهورية هذه تستحق اشتغال وجديه قصوى على واقع الواقع السياسي التونسي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي بجراه رغم صعوبته ورغم استيعابه لتوظيفه للخيال المسرحي وللجمال ورغم مزالقه آه. مزال. طبعا. مزال. طبعا اشتغال مزال هذا هذا اهم عنصر للمقاومه أيه. التي يعني في علاقه بالمسرح يعني يعني المسرح اليوم عنده امكانيه انه انه يلتزم انه نجم يكون ملتزم بقضايا معينه عندوش حل ما عندوش حل اخر محدده ما عندوش حل اخر سيرين انت تجربتك انا نقول مش بعيده على تجربه سهام وسيد احمد في الانهمام بالمشغل الاجتماعي وهنا نحكيه على على المقاومه وسيرين ايضا انت كان 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 بامكانك انك تعمل مسرحيه ما عندهاش علاقه بالواقع ومسرحيه ربما ما عندهاش حتى علاقه بالمجتمع التونسي نظرا لتكوينك تجربتك في التدريب في الدراسه في الخارج ولكن رغم ذلك يعني انت العمل نتاعك هذايا شقف اللي انا شفته وكان في وقته وأهميته أنه ما يحكيش على ظاهرة الحرقة فقط وإنما جاء في لحظة تاريخية أنه فيها حرقة تهويات ومسرحيتك إحقاقا للحق في كتابتها كان ثم ذكاء أنه أنه المشغل الهروب من الوطن شفناها في المأساة السورية شفناها, شفناها في تونس شفناها في الحرقة والناس اللي تفرجوا فينا يعرفوا هذه المأساة وهذه ربما كما قلت أنت أنه لحظات تراجيدية إغريقية وكأني وربما اعتراي شخصي كأنك أنت تحافظي على خلينا نقول على مخزون أو رأس رمزي جاية منه أنت اللي هو مسرح عز الدين قنون بروحه السلام بهذه المناسبة واللي كانت التجربة المسرحية نتاعو لثيقة أيضا بالمشاغل الاجتماعية في زمن صعب كان فيه الرقابة على المسرح يعني فين تتموضع انت العمل المسرح نتاعك فين ترى رؤيتك فين شنو المشغل نتاعك اللي يهمك رؤيتك لرؤيتك لل... للمسرح لرؤيتك للمجتمع من خلال المسرح به كما قلت انا اعطيتك برشا اسئله برشا ولكن اختار منهم انت اختار منهم آه بالطبيعه المكان كما قلت اللي كبرت فيه ولا تربيت يعني. فيه ولا المسرح اللي تربيت فيه بالعكس انا راه ما نجمش نحطه معناتها على جنب ونخمم في مواضيع ما هيش مرتبطة بالواقع وبالمقاومة وبالحياة اللي عشتها أنا مع إن كان الأب أو ال مدير الفضاء والمخرج وال إحنا المثال اللي هو عز الدين جانون ولا فضاء الحمراء كفضاء. صعيب انه نجم مع تقشرة ما نجم نجمش نخرج منها طبعا لكن الاتجاه في الاول او بالنسبه للاخراج انا بالنسبه لي توا حتى كنت دي التمثيل عندي 21 سنه م. الاخراج هو اخر نقولوا احنا خدمه اللي اضفتها ولا تزادت لكن انا عندي خبره كان في الاخراج عمل واحد عمل واحد لكن في التمثيل لا ولكن عندك ايضا خبره ايضا في الاخراج لما كملت العمل انك يعني وقت سي رحلة كملت العمل بتاعه وحفظت انه العمل بتاعه وضل يشتغل اخر عمل يشتغل هكا ولا هي ما ماهوش في الاخراج يعني ما قعدتش الاخراج, آه. الاخراج معناتها هي. هي. لكن يعني كمخرجه كان عمل شقف هو الأولاني لكن بالنسبه لينا يعني كان مش نرجعوا لموضوعنا بالنسبه للمقاومه حتى ممثل اليوم في تونس مهما كان الفضاء او المكان هي نوع من المقاومه مم. انك تواصل انك حتى لو كان تدرس الفن والمسرح في فرنسا وتتعلم انا نحب نقول جم اللي قالها لي والدي وانا خارجه في المطار توا قعدت 12 سنه في فرنسا آه من لتوا نعتبرها من اهم الجملة سمعتها في حياتي وقت اللي هو بيدو قطل... في فرنسا في بلجيكا هو, بيدو يعني. في, أيه. في, هو بيدو أيه طبعًا في نفس المكان أيه. وقت اللي قلت له في المطار انا وقتها ديجا بديت نخدم بديت نخدم معاه بديت خدمت قبل في التلفزيون مع سلمى بكار يعني بديت قلت له المسرح موجود كوني انت هك تكون في برشا شباب معناتها علاش انا يزني نخرج لبرا قال لي قال لي، باش نترجمها الجملة، قال لي باش نترجمها الجمله قال لي برا جيب اللي شنو اللي أنا ما نجمش نعطيك، جيب الإضافة مم. مم. دونك الخيار نتاعي ما كانش بالكل في الاخراج مم. كان في التكوين في التكوين في الهيكله نتاع جسد الممثل الشغل على الحركه وعلى الجسد وكل اللي هو تعلمته وتدربت عليه وكان هو, هو الشغل الشاغل عز بالضبط ثم الاضافات بالطريقه افيك ما يعني دي جدد اللي هي الاناتومي دي موفمون وعده يعني مدارس اللي اللي اضفتها وكان عندي شرف انه معناتها مع بعضنا خدمنا اللوتوني وفلدن كرايس وجواردا الكسندر يعني حاجات ياسر كانت مهمة بالنسبة لي في التكوين وقت اللي ندرب في المركز العربي الأفريقي بالنسبة لي أنا فخر أنه فما إضافة لأنه والدي مدرسة وكبرت في مدرسة لكن الجملة متاعه في وذني شنو اللي نجم نضيف لكن هذا اللي كنت أنا متوقعة وقت اللي اللي ما توقعتوش هو الجانب اللي حبيته وعشقته واللي بالنسبة لي الخدمة الثانية غير التمثيل هي الإدارة الثقافية مم. والعمل في السياسة الثقافية لهذا كزده كان التكوين نفتخر به جدا مم. لأنه التدريب في الإدارة الثقافية في تونس نفتقره برشا في, في, في العالم العربي التكوين وكان عندي زده الحظ أنه مع المورد الثقافي عملت عدة تكوينات دونك هذي بالنسبة لي كانوا الحلقتين المهمين التمثيل والإدارة الثقافية عندك ايضا كانت عنده انا نعرفه بصفه شخصيه سي عز الدين كان عنده كان نبيه ايضا عنده عنده معرفه بالاداره فعلا بالاداره الإدارة أو السياسة في يعرف ف... كيف يربط الخيوط ويجيب الناس من ويعمل من أكثر توزيعا و... وكان في جهد يعني أيضا عربي. جهد أي. كبير أي. دوك ال... الإخراج وقت اللي تحطيت في الوضع هذاك ما كانش بكل صراحة لكنت نختار لكنت نختار الموضوع مم. موضوع سعيد برشا موضوع الهجرة وموضوع الحرقة وموضوع الهوية يطلب مقاومة آه و... مستحيل كنت نختاره أي. كموضوع ولا نختاره كعمل أول أي. لكن كي تلقى روحك أنت بالواقع شنو اللي عندك اللي موجود وكان هو باش يقوم بيه وكنا أنا ومجدي أبو مطر وفريق العمل كنا باش نكونو ممثلين فيه مم. لقيت روحي في ثلاثة صعوبات الصعوبة الأولى إذا كان باش نعمل إخراج أنا شكون البصمة متاعي من دون مقارنه لانه هو العمل من بدايته لنهايته عمل باش نقوموا احنا باخراجه دوك شو اللي باش نعملوا احنا من دون مقارنات المشكل الثاني صعوبه الموضوع يتطلب بحث سنه كامله خدمنا انه مجدي ابو مطر وعاد بن سليمان على قصص واقعيه وكل قصه تحرقك واحده اكثر من الاخرى دوك باش نرجع معناتها للسؤال الواقع هذاك الموضوع هذاك الحرقه هذيك تحل وتطيش وترجع ولا وهذاك الاختيار ونرجع لك للي كنت تقول فيه في تونس قبل كانوا وعشت فيه وكبرت فيه معناتها مع جنون 21 سنه كانوا تخطف الموضوع المعلومه تسرق المعلومه وكيفاش تنجم تغلفها كيفاش تفركها <applause> اليوم ولينا جينا عشرين معلومة حتى نلقاو الصح من الخطأ منها <applause> ال ال ولات تخلط عدة معلومات عنا عدة جهات تعطيك معلومات <applause> دوك الخيار صار أصعب طريقة الزاوية اللي باش تدرسوا <applause> منها <applause> تحلي باب كبير اللي هو أكبر والجزء الثالث والمهم إنه كي تحرق تحكي أنت على موضوع كي هكا الناس ترافل الأخبار كل يوم ناس قاعدة تموت على البحورات <applause> أنا شو اللي نجم نضيف أيه. دوك صعوبة أنك تقعد هذا ملتصق وهي مأساة أي. وهي مأساة تونسية بامتياز بمتياز. طبعا عايشينها من زمان من سنين حرقه لايطاليا معناها أنت جبت موضوع مهم هي فكرة المعلومات وتفعيل هذه المعلومات والبحث عليها ويبدو أن المسرح هذا المسرح الاجتماعي المسرح اللي يقاوم واللي عنده ملتزم بقضايا يبدو أنه ماهوش مسرح ارتجال وإنما هو مسرح اشتغل على ملفات والدليل على ذلك انه ربما تقعدوا سنه عام كامل تشتغلوا انا مش ما باش نسال احمد امين بن سعد وباش نسالك انت في مسرحيتك الاخيره اللي هي مدينه العجائب مره اخرى واللي هي تتناول التاريخ القريب آه. يعني من تعاصر من الحق إلى التاريخ القريب جدا جدا يعني بعد ثمانية سنوات يعني قبل يعني 14 جان في يعني أحداث الـ أحداث الـ الحوض المنجمي ولما يشوف الإنسان المسرحية ويشوفها يحس ثم أشياء يعرفوها النقاد ويعرفوها المتفرجين على المسرح يحس المجهود وهذا المجهود ربما هو هذا المجهود البحث وهذا نحب نسأل سؤال اليوم المسرح التونسي وخاصة الشبيبة الصاعدة وربما انتم جيل واحد هل قاعد في نفس الجغرافيا انه ملتصق بانه المسرح او هو مؤمن بانه المسرح اداه للتغيير الاجتماعي وهذا مما يعني انه هذا المسرح هو ملتزم بقضايا الحياه اليوميه التونسيه والقضايا المجتمعيه آه أنا ما نحبش إن نقول لي نحن اللي جبناها الفكرة أنا ما قلت أنا... لا أنا ما قلتش سندوم جبل ليه ما قلنا آه نحب مقول... نحكي على أنه إحنا ما إلا امتداد لا لأنه لي... اللي... أنا مش عاش نقول لك أنا عشان أقول ايه؟ لك الكلام هذين لأن أنا شفت لكم شغل قبل اه؟ وكتبت عليه هنا الشغل وطن... هذايا وطني لي أيضا كان, كان يتناول اساسا حوض المنجمي حوض المنجمي وفيها معطيات وفيها تم يعني. عرضه في اطار مشروع إيه المعهد العالي للفن المسرحي. المسرحي رغم برشا صعوبات كان وكي. من اخراج رياض حمدي وكان اخراج رياض حمدي وحتى مجموعه إيه عم. كان اي م... انا كنت نمثل في المعهد العالي للفن معكم سيد احمد ايضا نفس المجموعه إيه؟ لكن لكن حاله اليقظه اللي اللي عندنا استمدينيها من عزدين قانون ما انا من, من ننسيش رهائن العزدين قانون تفرش فيها ننسيش في نفس الوقت خمسون ما ننسيش مذكرات ديناصور خمسون خمسون مم. ما ننساش مذكرات الديناصور في 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 وقتها عاودوها توفيق الجبالي في توفيق <جبالي> في, في التياترو مم. ما ننساش رجاء بن عمار هو وطني مع انا صغيره مش منفصلين على هذا المسار بالضبط أيه. عمري أيه. 20 سنه أيه. ونلقى حاله الهذيان الاخرى ولقيت ما ما أيه. ولقيت ناس ما ما توفيق طيب جبالي بسخريه أه اكتشفت نسق اخر نتاع أه كتابة نشوف الفضل الجعايب وجلال بكار فيش يشتغلوا نشوف عز الدين قانون فيش يخدم نشوف رجاء بن عمار نور الورغي الورغي اه ومن برشا ناس, ايه ناس بالحق صنعت مقاومه مع نظام بن علي نظام هو فيه, فيه هو لو كان الاصل اه وشوية كان معناه خليها اه تكمل الفكره وتو نعطيك خاطر على مستوى المشاهده وعلى مستوى الاليات الفنيه مش مش كان مش كان للخطاب الخطاب الايديولوجي يعني الاطروحه الجماليه حتى الاطروحه الجماليه بيدها في علاقه بالجسد ولا في علاقه بالخيال في علاقه بالحركه بخلاف اش في المعد على المسرح على يد اساتذتنا سواء مريم السلام الفتح العكيري أبو قديده دونك ما جينا محملين ديجا ثقلنا قبل ما, ما دونك ما ما من وقتها جاتنا حاله يقظه لل التاريخ اللي نعيشوا فيه، مم. انا الثوره ما حكاوليش عليها انا شاركت في الثوره انا كنت موجوده، انا الدم ولا المؤسسه العسكريه ولا ولا المؤسسه الامنيه ولا الارهاب مش قريته في الكتب، دوك آه 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 السؤال يرجع علينا برجع نجي نجم نتفرج في مسرحيه لسيرين ومن إن بعد نقول هاد آه اللحظه التاريخيه اللي انت خدمت عليها انا ريتها هات نشوفوا كيفاش كيفاش نتفاعلوا فيها والصعوبة اللي حكيت عليها سيرين صعوبه عانيناها انا واحمد كيفاش هاللحظه التراجيديه ولا كيفاش هالواقع اللي يعني نعيشوا فيه طريقه استيعابه واستبطانه باش لحظه فنيه جميله ما طيب مسأله صعبه في غايه الصعوبه صعبه 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 أي. جدا وانتم خدمتوا قبل في ظروف صعبه جدا مسرحيه وطن جداً. خدمتوها <applause> معناها في حتى شيء. حتى شيء حتى أي. مدينة العجيب واحد لولا. تو طو هكا طورتوا تو دخلتوا مؤسسة المسرح الوطني وكذا. وقبلها أه؟ وقبلها ما حتى واحدنا كانت معنا رجبنا عمار وفرتنا فضاء مدة أربع آه. شهور. كانت تجربة مزيانة ومن بعد مع مؤسسة المسرح الوطني مشكورة على الحرفية وعلى التعامل. مم. طبعا. الجدي مع مع العمل المسرحي. دونك دونك حتى وجودنا نحن يا أستاذي. مقاومة كيفاش؟ انك قا... انك كيفش. انك تت... لكن موجودون ثم فيزيبيليتي اليوم ثم سمى... لكن صعب صعيبة ياسر صعبة جدا ثم حتى أدنى اعتراف، الاعتراف تصنع الاعتراف انك... بشنو؟ الاعتراف بانك أنت موجود بوجودك ككيان راهو الشعب التونسي ال... ل... ل... معناه بكله شادته ماكينه رأس مال توزع له في ثقافة أخرى مم. دونك احنا م... وهي مسؤوله على فضاء وت... وتعاني فيها م... مع... هذه مقاومه اضافه آه. تقول آه. مثلا مثل كيفاش ترى الحمراء ونعرفوا كبر اسم الحمرة اللي هو قبلنا واكبر منا لكن نعطيك مثال كي تهبط انت كل يوم من نهج الجزيره باش توصل انت الغادي وتعرف احنا الوضع كيفاش ما بين هي في مكان شعبي تقريبا والمكان ساعات ما تنجمش تدخل قبلكم لا قبلنا مبندين ومعاها وال... 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 النصب الانتصاب الفوضوي يوميا الضرب العرك هاو مثلا البوليسيه ساعات يكلموني نبدا في الثنيه ما نجمش نمشي حتى بالكل على ساقي ساعات نقعدوا محسورين غادي ما نحكيوش على الوضع وهذا جزء من المقاومه هذا بتبيع. جزء من الريزيستون بالطبيعه يعني, يعني هذا مثال مش, مش يعني عمليه هينه خاطر ثم برشا ناس في اذهانهم خليني نقول لكم آه. انا حاجه ثم ناس في اذهانهم ما يعرفوش خاطر ربما لنا. ما يعرفوش آه. ال... آه. لا ما يعرفوش يقول لك جماعة المسرح كيما يمثلوا ولكن ما يعرفوش الصعوبات الحقيقية وما يعرفوش الماكينة اللي تخدم وما يعرفوش الجهد وما يعرفوش أن ناس عطات حياتها راهو صرح المسرح التونسي راهو ما تبنيش هكذا راي ناس عطات حياتها من أجل أنه اليوم نجم نقولوا إحنا اليوم عنا مسرح وطني تونسي مش نحكي على مؤسسة المسرح الوطني مهم, مهم مسرح أنتياتر ناسيونال تونيزيان بأتم معنى الكلمة مبني أجيال عطات وعائلات دمرت من أجل مش أنه نجم نوصل لها الوضعية هذه وهذه المقاومة مقاومة. مقاومة. ايه؟ وهذه هي المقاومة وهذه هي المقاومة هي تقول لي أنا منيش موجودة تغيظني يعني الكلمة ايه. هذه أو ايه. أنا تقول لي مثلا سهام تقول لي حس في روحي منيش موجودة رغم هذا الكل لأنه في مجهود آخر ربما مالي أو ربما مجهود آخر ماشي في أشياء في ثقافة أخرى للأسف الشديد شقال ثقافة استهلاكية ثقافة تغريبية أنه تونس يلقى في روحه متغرب ولكن هذيك سياسة ثقافية تكرس حالة حالة الاغتراب ولي فولو تكرس حالة الاغتراب وأحيانا ستكرس أحيانا حالة الاحتراب <applause> كم كم سنين كم سنين يقولوا هذاك شنو اللي يحب الشعب ولا يقولوا هذاك شنو اللي طالب كان ساعات في مم. ديزيميسيون كل لا ها شنو اللي يحب الشعب شفنا الصور وقت اللي يفتك هو بيديه نشوفوه شنو اللي يفتك مش شنو اللي شنو اللي تحب انت هذه سياسه ثقافيه هذه اراده انت معناتها سامحني معناتها انه باش المخ يقعد يراه من زاويه واحده اللي انت تسيطر عليه هذه هي السياسه الثقافيه اللي يلزم المقاومه ليها واضافه بسيطه جدا انا الحاجه اللي تقلقني كيف نقولوا مثلا مسرح اللي هو نخبوي ولا مسرح اللي هو ملتصق بال بالمواضيع الاجتماعيه باقي يسخيلوا معناتها ما نخاطبوهمش لا مفتوح للناس الكل للناس الكل اي انسان ينجم يفهموا على عده نقولوا احنا درجات ماهوش موجه لنخبه معينه ابدا مم. ابدا بالعكس هذه موجوده الفكره وان شاء الله احنا من دورنا انه نحيوها معناها سيد احمد فما 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 مخرج بولوني كبير نحبه برشا سي عبد الحليم اسمه تدوس كونتور وقت اللي سالوه هل اللي تعمل فيه انت سريالي قال لهم ما, ما نستحقش نعمل سرياليه انا نعمل في رياليتي دورون لو بلو با الواقع في صفه الادنى او في صفه الحظيظ لانه يعني الحظيظي ل... هذاك البافون بافون بافون في هذاك احيانا يولي اكبر من السريالي طبعا يتجاوز الخيال يتجاوز حتى ال... حتى ليماجينير كاوتيك يتجاوز الخيال وهذا خيال الفوضى خيال الفوضى فوضي وهذا فوضي. اللي قاعد يصير هذه الصعوبه وين خاطر البنات كانوا يتكلموا من بكري على المقاومه نحن نتكلم على صعوبه المقاومه الصعوبه التقنيه والصعوبه الجماليه للمقاومه م. م. هو انه هل هل احمد امين بن سعد نعلمك كان الاعلام فقط في البلاتو في, في التلفزه في الوطنيه اي احنا قالت... خاطر في القناه الوطنيه مرفق أي. عمومي اي وسم... ويا ما سمعنا حاجات على المسرح أي. ما كنا نحكيوش على المسرح بالطريقه هذه لابد ان ننتبه الى هذا نعرف. باش نجيك لنا اي تفضل لانه الكارثه اللي نعيشوا فيه في الواقع يحولنا ينجم المزلق انه ينجم يحولنا العبيد ليه في المسرح م -م. لانه يولي الخيال الواقع اشسع من الخيال م -م. يسبقنا الواقع الاجتماعي والواقع السياسي نعطيك مثال انا وقت اللي عملت مسرحيه تونس إلى ديزاني كان فيها اكثر خيال آه لانه اللحظه السياسيه كانت والاجتماعيه ما كانتش اللحظه هذه طبعا اليوم في في فونتاستيك سيتي مره اخرى خاصه حتى في فونتاستيك سيتي الاولى اللي كان في فونتاستيك سيتي مره اخرى لقينا وإحنا احنا, احنا نجري للخيال والواقع يجري قدامنا هرب 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 لقدام هرب, هرب, آه. هرب لقدام هرب آه. آه. فيتحول المسرح هوني إلى في نفس الوقت معالجه لكن في نفس الوقت مقاومه مقاومه للبقاء المسرح قلت بكري كان اصله المسرح التونسي من اصله من قبل مقاو من قبل قانون وقبل جعيبي وقبل رجاء وقبل توفيق من ايام الاستعمار المسرح التونسي من نشاته كان مربوط بالمقاومه مقاومه الاستعمار مقاومه الفقر ثورة التهميش طبعا ابراهيم طبعا لكودي مسرح بن كامله فرقه الشهامه فرقه الاداب الاداب طبعا طبعا رئيسها الثعالبي سن الناس هذيا كانوا بحذاك ثله من الاساتذه يعرفوا اكثر مني الناس هذيا هي اللي اسست مسرح مرتبط اساسا وظهورا بالمقاومه من قبل آه. ظهور المسرح السياسي بمعناه الاوروبي ومعناه اللي اللي نظروا له كذا وبورقيبه ادرك ذلك أدرك طبعا ادرك ذلك حبيت نضيف كلمه بركة هنا إيه نعم. يعني المساله شنو المسرح اللي تعمل فيه متعلقه بشنو هو رهانك نقول بريشت مش مم. نقولان. مم. نذكر هنا تقرير يضحك مزيان خطابك تطور سي سي اي والله انا يلا... تلميذك <تغالج> <applause> 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 لا لا والله سعيد بصراحه لا فعلا في <applause> الاعجاب مش شكرا شكرا هكا <أكو> وجهي حمار <applause> حتى انا وجهي حمار كما كيما كيما يوصف بريشت فكره الرهان اللي هي فكره فلسفيه فكره هيجليه فكره draws. مره كوميسار فرنساوي اسمه كوميسار كلابيي ما نعرفش كانوا اسمه ولا اسم بوليسي <تص> معناه وثيقه موجوده <applause> يقول له راني مشيت نتفرج يحكي المقيم العام يقول له راهو خطير جدا مشيت نتفرج في مسرحيه صالح الدين الايوبي اي وراهو كان الممثل سي 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 بن سي مش, مش بن كامله سي لاكودي سي ابراهيم لاكودي ابراهيم لاكودي اللي كان شيخ في جامع الزيتونه وكان رئيس تحرير جريده النصير اللي سنحل حزب الشيوعي التونسي اي كان ممثل في نفس هو مو شيخ هو خريج خريج, خريج الجامعه الزيتونه اي يقول له راهو يشحذ همم التوانسه ويقول لهم معناها اللي فرنسا خايبه وكذا وليس. هل هلا لهم في الجمهور هي. هل هلا لهم قدام الجمهور اللي يحكي الكوميسير العربي؟ طبعا المسرح طبعاً. دي خطيره وخطيره مسرح مختر راهو والمسرح التونسي تلقاه كيكة مع بورقيبه وضد بورقيبه هذيك الجدليه نتاعو هذيك الجدليه نتاعو يقول لك هما الاولاد كل الاولاد الجماعه يقول لك الكبار يقول احنا اولاد بورقيبه واحنا ضد بورقيبه واحنا مع بورقيبه الجدليه البورقيبيه دائما مم. مم. في تصوري وانت كتبت كتاب مطول في المساله هذه مم. تزور الانتريور دو دي بورقيبه ديما الداخل في وسط بورقيبه هكا صحيح صحيح وقتاش ولا فعل المقاومه مقاومه بالمعنى السياسي الخطير م. هو مع مع نظام بن علي ولكن المساله فيها فرز اي نتذكر انا مثلا الرقابه الرقابه على المسرحيات لعب معناها ذكر مسرحيه من مسرحيات الجعايبي معناها حتى معناها اي آه ززروها يقول يقول له يقول وزير الثقافه يقول له نحي هذه في 50 يضر لي أي. خمسون. اي كلام الليل تعاملت كلام الليل في تعاملت بطلب من السلطة من أجل, من أجل مشروع في التلفزة التونسية ثم تسنصرت بعد العمل الثامن والتاسع فغديكا جيل فرز ولد فمناس فأيه. تعمل في مسرح لا علاقة له بالواقع م. على رواحهم راحة في راحة وفي استجمام هم ذوك من حقهم راهو لا لا ما قلناش لا 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 أيه؟ ما قلناش لا هو هو طيب هي الساحة أيه؟ للجميع مش بالضرورة <applause> أنه المسرح لازم يكون كله لكن ضروري <applause> لا من حقهم وقت يبدا فما نظام يحميهم أي طبعا طبعا لا نحكي على التعدد أنا والاختلاف التعدد موجود لكن يعني أنا, أنا اليوم غدوة غدوة ما نجمش نمنع أنا مثلا مخرج مسرحي يعمل فودفيل لا لا اش قصدي انا فهمت تعمل عليه الفودفيل مقاومه اي طبعا تجيو باش ينجم الفودفيل مقاومه طبعا طبعا اما 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 حبيت نقول اللي الناس هذي اختارت الجعايبي وقنون وجبالي آه. ورجاء ونور الدين الورغي ونجم نسمي اسماء اخرى لكن برشا شبيبه الحق نحكي على الجيل هذاك في اللحظه أي. هذيك أي. أي. اختار الجيل هذاك انه يكون في مقاومة التصحير لا وعمل مراكمات تاع ريزيستونس وكان عنده أه. علاقة أحببنا أو كرهنا بالمجتمع المدني اللي كان آنذاك أيام الدكتاتورية مجتمع مقاومة مم. اللي هو باش اليوم أعطانا هالمجتمع مم. المدني الجميل اللي عندنا م... كان فيه هو امل ونجح في خلق آه لا ونجح في خلق جمهور مسرحي نوعي لا ننسى هذا آه 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 وهذا جزء لا يتجزا من المقاومه هذا اللي يحب فريد في العالم العربي في العالم كل نتباهوا به نتباهوا به آه احنا حضرت معناتها محاضرات يحكيوا على يعني الجمهور في العالم العربي واول حاجه كتبوها باستثناء تونس يعني احنا تقعد هذيك اكبر فخر في المهرجانات الكل كيفاش قبل ما تبدا تكومينيكي على المهرجان يبداو الناس تطلب في الليدات نتاع المهرجان يعني هذه حاجه مكسب بيزمنا نحافظوا عليه آه. فما ناس كانت, كانت عندها القدره مش على صناعه الجمال فقط حتى على صناعه جماهير حقيقيه طبعا. تتجادل روب بالحق كما قالت سيرين كذبه كبيره كذبه الجمهور عاوز كده هذاك رهان كبير على الغباء التونسي لكن اللحظه الثوريه اللي عاشها شعب تونسي فايقت وقالت لا ما دام الجماهير هذه فاقت بالطغيان السياسي وحاولت انه تفك وتخلق وتاخذ امتدادها من من, من من تاريخ الدوله باش تمشي الانتخابات وباش تمشي كذا وكذا تعددية ما لكن قادرة الجماهير هذه الشعب أكثر من هكا هذي... هو خوف من هذه الجماهير هو خوف, كبير من, من, السلطة الجديدة مم. السلطة السياسية القديمة الجديدة المتجدة ال النظام الذي ال طعم خوفه كبير لو كان هالثقافة هذه تمتد عند التونسي وكوقتها يكون مصيره مصير الجلاد اللي قبله مم. فالمطلوب شنو هو هات نغلفوا الكل ونعاودوا نصحرو من جديد هات نبدلوا لون التصحر مم. في بلاصه نرميوله له مرمل اصفر نرميوله له مرمل ازرق اما هو دي مرمل دي مرمل ديما تصحيح ديما بعده ديما دز عليه المثقف غاديكا دزه هو في الزاويه من ترى انت اليوم المثقف من بعد مهمش يحاولوا قد ما ينجموا هنا فكره المقاومه هو يهمش وانت تقاوم هو يهمش الماكينه جديده نجموش ننفيو ماكينه راس المال واللي اللي اللي, اللي فاقت باثر الثقافه والراوه تلفزيات جديده هي يتخوف و... الثقافه آه هو هذا نخاف من الثقافه هو هذاك علاش عمل هذاك علاش مش موري هذاك علاش مش موري واحد لازم مورييه كامله لازم باش ما يظهروش عبوسين قدام الناس قام طرير عرفت يخلي لنا الخلكه راهي قفيل ما يقولوا لي انا نضحك شويه اي أه دونك انا نحب نشير للمساله الاقتصاديه اللي بعد الثوره أه فاقت باختار بسلاح الثقافه واللي هي تنجم تهيمن دونك راس المال راهن على على الثقافه اللي اللي, اللي تضحك على على ذكاء التونسي راهن كان على الغباء نتاعو في الفترات في الفترات اللي على عام كامل تحس لي هو نجم يسخن ويعمل ثوره تا تا ديريكت ثلاثه اربع مسلسلات جيب من تركيا عدي له خمسه برامج جاي بلوكاج اتحاد الشغل يعني يدافع المخ يدافع يدفع, يدفع المقدره الشرائيه دي الثقافه الاستهلاكيه لا 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 دونك دونك نعيشوا في 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 حاله ثقافيه عصابيه وهذا وللاسف ان الدوله مشاركه فيه بال بالاستقاله مم. راو راي الفضاءات بارتو اي فضاء نجم يكون فضاء فني مسرحي فكري للصغار للكبار والفن يمس الناس كل... هو ما فهمش حت... انا تكلمت برشا نعرف اما حبيت نقول حاجتين اساسيين في اللي كنت تقول فيه أيه. سامحني سيرين ما فما حتى احترام مثلا المسرح بالذات شوف القاعات الجديده توا في اللي بناو بناتهم الوزاره الانيه واللي على راسها مثقف آه القاعات الجديده ما تلقاهاش فيها بلافون تكنيك شوف دار ثقافه ابن خلدون بعد ما عودوها عندنا مشكله في المشكله مشكله, مشكلة عندنا مشكله حقيقيه في ال... لا المشكله اللي هي الموديل اللي قاعدين يبنيوا به في دور الثقافه هذا هو كيفاش ايه حتى حد ما يتفطنش كيفاش ما هوش حتى حد ما يتفطنش لا ما يتفطنش ها باش نقول لك هذايا الموضوع اول موضوع وقت اللي خدمته مم. وحصل لي شرف عام في كابينة وزاره الثقافه هذي اول موضوع داير انا اول حاجه قلتها آه ش... معناتها في الاجتماع وقتها ما نعرفش كنت تذكروا 2014 الف... جوست عام قبل اكل 9 مليارات اللي نقصوا من الميزانيه وفما 9 مليارات تزيدوا لوزارة اخرى وقامت الدنيا وقعدت وكلنا الكلنا مع بعضنا آه اول حاجه جوست وزاره الشؤون الدينيه وزاره الدينيه ايه. ونفس الموضوع هذه 2014 آه آه هو 2013 13 احنا وقت اللي جينا الوزاره سنه 2014 دونك انا ايه. وقتها العام هذاك خدمت في, ال... في الوزاره مع سي مراد سقلي مع, مع مراد في العام هذاك اول حاجه جوست حبيت نشوف الموضوع هما 9 مليارات هذوكم اللي كانوا مرصودين لمدينه الثقافه اللي هي واقفه وما تعرفوا الوزارة بيطول الشرح فما تيتر أ آه وتيتر دو وما يعديوش لبعضهم دوك إلا آه. كان فما حاجة في البناء في الانفراستركتور ما تنجمش تحطها دعم دوك في بلاصتي ما على الموضوع عادي لا يرجعوا إيه يا مو حاجتي بالمسرح راهو توا آه. في, الم... في الموضوع آخر. الموضوع دور الثقافة آه. علاش نرجع لك اللي قاعد يقول فيه مهم برشا آه. لكن كي أنت توقف طريقة البناء وباش تعمل أنت يعني فورم أخرى يلزمك تجيب خبراء الوقت هذاك إلى تقص على بناء دور الثقافه والموضوع هذيك ترجع الوزارة الاولى شوف, شوف سيرين سيرين هذه تتسمى بيروقراطيه بيروقراطيه هذه تسمى بيروقراطيه حتى حد ما باش يعمل لا لا حتى حد شوف ما بشي عمل. انا 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 هذا موضوع اخر مختلف, مختلف ايه. ايه. كمل لي انا ونا ونا ونرجع ايه. في مساله المقاومه وشكون المقاومه الثقافيه وشكون يعاون هالمقاومه الثقافيه مم. فما نقطه زاد سيد عبد الحليم الاعلام 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 تفضل معليش احنا في فونتاستيك سيتي مره اخرى نسميه التلفزه بوابه الكوليرا حاشاكم وبرشا اصدقاء تغشوا شنو عملنا في شنو فيما يخص قلت على الاعلام سمين في مدينه العجائب مره اخرى نسميوها بوابه الكوليرا اه صحيح وبرشا اصدقاء على التلفزه من على التلفزة, التلفزه الوطنيه لا لا على التلفزه لا في التلفزه, التلفزة. في اي واضحه المساله فالاعلام هذايا يجي للمسألة الثقافية يجي للمسألة المسرحية بالذات ويمرمدها ي, 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 يعب كيني كي مسألة ثانوية ثانوية تماما ودت البارح ولا ودت البارحين والله ما إليا كل كجور في الوطنية لهنا مانيش بنسبي البرنامج الممثل يحاول في المخرج متاع السينما مم. قالوا بالله بالله برد فرش في المسرح بالله مم. ومخرج السينما يقول له والله وقت. ما تعرف الواحد ما عنديش وقت قالوش ما عنديش وقت اكثر وبعد المذيع اخذت الانيسياتيف باش تتجاوز الموضوع لانه قلقوا فهمت فهمت مم. فهمت خلاصة القول خلاصة القول الإعلام مم. في تونس يصور للتونسي في أنه المسرح هما هات تلك المسارح عفوا بين قوسين الهزيله تلك المسارح اللي ما فيها حتى طرح تلك المسارح اللي ما فيها حتى جدل وتجادل هذا صحيح وهذا لا, لا في جانب من الصحه هذا ايه؟ في جانب الصحه اذا شوف الحديث معكم ممتع وانتم تبارك الله عليكم إمكانياتكم, <applause> ال... امكانياتكم 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 البدنيه والذهنيه تبارك الله عليها الكبر ما بتعرف واحد <تصفيق> <تصفيق> انا نحب نسال سؤال على وضعيه المسرح التونسي بشكل عام جيوم شنو المشاكل الاساسيه اللي فيه من زاويه نظركم انتم كفاعلين في الساحه المسرحيه وعندكم حضور الحق يعني عندكم حضور مميز سيرين انا باش نلخصها بكل سرعه في المشاكل نتاع السياسه خلي المعلومه توصل للناس بالضبط انا علاش ما حبي حبيتكمش تواصلوا في النقاش حول حكايه لانه احنا هذه مساله متعلقه بالسياسه الثقافيه لكن النجم بسوها النجم بسوها بين وصلوا المعلومه لانه يعني يتفرج فينا توا المهم توا في جمهوريه الثقافه انه ما عادش يتفرج فيه انا فقط النخبوي ليه. والمثقف آه. ثم ناس عاديين يقول لك خويا انا نحب نحب البرنامج هذاك انا حريص على اني ما نصعبوش الموضوع على الناس فهمتني كيفاش ونوصلوا لهم فطلع. لو تسمح انا باش لو ما عادش عندنا برشا وقت باش نحاول نبسط أيه. خاطر السياسه الثقافيه حتى الناس من من الميدان ما تعرف انا سألتك إيه؟ على سؤال اخر على المسيرين على وضعيه سيرين انت من زاويه النظر نتاعك اليوم شنو هو المشاكل الحقيقيه اللي تراها معطله لهذا آه لهذه الممارسه اللي هي الممارسه المسرحيه واللي احنا اتفقنا على انها اداه مهمه للمقاومه الاجتماعيه وللتربيه ولبناء الشخصيه وغيرها شنو اهم شيء رأي نقولوا احنا بسيط باش بس. آه نمثلوا يقول لك آه ما نعرفش كنت تعرف المثل الفرنسي اللي يقول آه لي تخوا سكري دو لا كوزين فرونسيز يعني ثلاثه اسرار نتاع الطبخ الفرنسي. اللي هما المطبخ الفرنسي ما نعرفش كنت تعرفهم معنا والله ما نعرفش شكون اللي هو لو بغ اي لو بغ اي لو الزبده والزبده والزبده بالنسبه لي انا من الجانب تاعي هو التكوين والتكوين كلامها صحيح واضح 100% انا هذي بالنسبه لي على خاطر الاختصاصات ان كان تكوين حقيقي في الكتابه في الدراما نعملوا حلقه على التكوين المسرح ان شاء الله هذايا أه مهم برشا لكن لو تسمح نحب تبسيط بالحق اللي حكيت لانه مرتبط بوضع المسرح بالنسبه لي في تونس والناس الكل نتصورها تنجم تفهم كنقولوا احنا مشكله المسرح التونسي كيما مربوط بالسياسه الثقافيه ككل هي شنو نبسطوها السياسه الثقافيه هي مرتكزه على ثلاثه جوانب أي نعم. اللي هي القوانين والتشريعات أي نعم. دوك واحنا نعرفوا وضعيه زاد حتى قانون الفنان حتى كفنانين قاعده الاشياء قاعده الاشياء تتعمل هو... النقطه الثانيه شنو هي ال ال البنيه التحتيه لامخستركتور هذه كيف نشوفوا دور الثقافه الحال اللي هو عليهم دوك دوك ما تقعدش كان أربعة ولا خمسة قاعات يلزم الأماكن متوفرة للناس الكل في الجهات دوك هذا يعرقل زادة في وضعية المسرح التونسي وفي كل الفنون والجانب الثالث في السياسات الثقافية هو تعدد مصادر التمويل وهذاك نفس الشيء عرقل إن كان في المسرح أو في بقية دوك بالنسبة لي مربوطة ماهيش نقولوا أه سياسة ثقافية تظهر دو صعيبة لا هذوما الجوانب اللي وقت اللي تخرج الوزارة من تكون الممول الوحيد لكن يلزم عزم من شيرتها زادة إنها تعطي لجميع الجهات استقلالية وامكانيات لتمويل مشاريع جهويه في الجهات لكن هي تكون عندها بعد انترناسيونال ونرجع للانفراستراكشر وزاره السيره شوف من معرفتي الداخليه حتى كان ندخلوا حديث في حديث الوزاره سيرة في هذه في هذا المسار واعطاء الامكانيات لهذه الاستقلاليه الداخليه اللي هي ضروريه طبعا ضروريه طبعا, ضروري طبعا سيضح. يلزم يلزم ثوره سي انا الحاجة. انا قبيله انا نحب نقول حاجه شخصيه انا قبيله سيرين تحكي تقول التكوين والتكوين والتكوين ذكرتني انا والدك صديقي آه سي عز الدين قنون كنا متفقين في جمله هو مغروم بكتاب ريشارد دي, ريشار دي ميرسي ريشار صديقنا اللي يعني انا عرفته من بعد واللي قراه هو استاذ فيه ففيه جمله حلوه برشا هي الحقيقه بعد اكتشفوا انها جمله تاع كارل فالونتان آه كارل يقول على أهمية المسرح وهذا نحب التوانسي يفهموه أنه المسرح هو راه عبارة على مشروع تربوي أساسي وكارل فالونتان اللي كان جات إمكانياته هو ألماني كان جات إمكانياته تشارلي تشابلين هو أقوى من تشارلي شابلين كان يقول جملة أساسية مهمة برشا يقول المدرسة صباحاً والمسرح مساء هذا هو المشروع اللي يقدموا كارل فالنتا كمثقف وكمسرحي لألمانيا في ذلك الوقت يقول ثم عندكم خيار الصباح مدرسة وفي العشية مسرح, مسرح. حب يقول يقول الصباح مدرسة والعشية مدرسة وإلا الصباح مسرح والعشية مسرح سيد أحمد أه أه علاش قلت يلزم ثورة على, على عديد المستويات خليني ثلاثة مستويات نعم اه نبدا باللي قالته سيرين مهم جدا مهم جدا التكوين مساله خطيره وخطيره جدا مم. وضع الامكانيات الفعليه لتكوين الناس لتكوين الممثلين لتكوين المخرجين لتكوين الكتاب انا شخصيا لتكوين النقاد تكوين النقاد هذا وضروري <applause> اللي... و... و... ولا عنا نوع من الغياب او شبه الغياب للنقد المسرحي في البلاد انا كمخرج تعلمت الضوء في المسرح الوطني باللي نجمت باللي نجمت نتعلم بالنصايح نتاع نتاع فضل ب ب حاولت لكن انا حتى حد ما علمني تخيل مخرج ما يعرفش الضوء ما يفرقش بين ذاك وذاك فما نقص فادح في التكوين تكوين. في امكانيات التكوين المعهد شو يعمل المعهد العالي في المسرح المعهد العالي للفن المسرح بتونس المعهد العالي في المسرح بالكيف شنو الماتيريال اللي عنده شنو البيجيت اللي عنده شنو اللي عنده؟ شنو الريكروتمون نتاع الاساتذه اللي قاعده تعمل فيه وزاره التعليم العالي شنو ريو... البحث العلمي شكل قط... كبيرة البحث العلمي بحث, بحث العلمي بحث العلمي، بحث اجا نشوفوا انا وياك وانت قريتني في نفس المعهد، اجا نشوفوا المستويات نتاع رسائل التخرج الاخرى ونتاع نتاع رسائل الماجستير الاخرى، معناها ما نحبش نقول كلام ممم... فالتكوين ثم التكوين, <applause> ثم, التكوين <applause> ثم التكوين ضرورة ما فيها حتى شك. ثانيا الدولة لازم تتحمل مسؤوليتها مسؤولية كاملة ولا فورم ل... 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 الفورمه نتاع وزاره الثقافه يلزمها تتفور وتتعاود. اذا كانت الدوله ما عندهاش ما عندهاش ميزة في ميزانيه الدوله. ما انا أم... نتكلم لا لا نسمع فيك انا اذا كان في عاود دليل دي... على ذلك ما مانيش باش نقص كلامك اي البارح انا نقص الجمعه اللي فاتت يقول الوزير جمعتين التالي يقول وزير الثقافه في مجلس النواب صحيح الميزانيه شويه لكن الحكايه حكايه حوكمه قداش باش تحوكم وانت عندك مليون الف مليار الف موظف انا مشيت له مره للبيرو قلت له سيد الوزير جي لامبرسيون كان كابينية تخدم كابينية تخدم والباقي الكل ما فماش كل شيء في الكابينيه كل شيء في الكابينيه فما حاجه لازم تتبدل بطريقه ثوريه داخل هذه الوزاره ثالث حاجه هو في الحقيقه كل الناس يعرفوا انه ميزانيه وزاره الثقافه ميزانيه ضعيفه جدا جدا جدا, جداً. وكان من المفروض أنه وزارة الثقافة هي وزارة سيادة بالأساس طبعاً طبعاً وأنه هي اللي عندها الميزانية الحقيقية اللي تنجم تعمل بها آه معناها تتصدى بها للشيء اللي قاعدين نشوفوه لأنه يعني اليوم ثم تجهيل للناس ويعني معناها شو نقول لك معناها وإذا إذا اليوم إذا ما نفيقوش ونتصدوا له بالثقافة الثقافة الجادة التربوية فهي خيبة المسعى. فعندك حل عندك نقطة ثالثة، عندك عندك حل من زوج أه. يا إما أو باش نكمل النقطة الثالثة ما كملتهاش. يا إما تهز له الثقافة يا إما تستناه بدون ثقافة وبعد كي يكبر تبعث له البوليس. هذا موضوع أخر. ذه. النقطة الثالثة سعد الحليم أي. الثانية المسرح يجب حمايته من فاعليه. المسرح يجب حمايته, حمايته من فاعليه. يا أصدقاء ترى أنت تو مسرحيين مساهمين في الأزمة. يا زملاء مساهمين في الأزمة. جدية. يلزم جديه في التعامل مع هذه المهنه مش نفدلكو ما تعطيش انت لامبريسيون ما نكذبوش على بعضنا موجود أي. ما تعطيش انت لامبريسيون اللي مهنتك باليه شكون تحب يتبعك كوقتها حتى ما تدفعش على مهنتك ما تدفعش حتى تقنين في فن الممثل شو يقول نفسك يقولك لك انت ما تصدقش روحك شكون باش يصدقوا الاخرين <تصفح> يصدقوك فعلا فعلا نسيهام أه سهام نختم بيك انا ماذا معني معناها الازمه <applause> أه... نكرهها هنا كلمة أزمة يسمع. لا سمعنا أزمة. أزمة. م... مشاركه فيها مش كانت انت خاطرك غلبت برشا ازمات <applause> مش كان الدوله الدوله في 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 جهازها وزاره الثقافه ولا المسرحيين ومثقفين ولا ولا غياب النقاد ولا الاعلام وحتي حتى المجتمع التونسي راه المجتمع التونسي في في, فترات تاريخيه كان كان متنور كان يمشي للمسرح تو المسرح كان عنده تقاليد كان عنده تقاليد جميله ياسر تو المجتمع التونسي والعائله التونسيه تتغفق تغفق صغارك من المدرسه للوين آيه. ما عندكش ومنغلقه ومن بعد نقولوا هالانغلاق هذا شنو ينجم يهز؟ ظاهر ينجم يهز، هزلنا ألف الاف من شباب تونس، دونك العائله التونسيه يلزمها تخرج من هكا سميناها في مدينه العجائب بوابه الكوليرا وتنفتح تحل عينيها للصغيرات، اذا فما نادي مسرح، اذا فما نادي موسيقى حرر له بدنه، حرر له طاقته، حرر له خياله وذهنه. تويت مواطن بأقل الأضرار متفقين على أنه العلاقة وطيدة بين فكرة المواطنة والمسرح هذا لا جدال فيه نحب نعطيه كلمة أخيرة كلمة 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 مش نسألكم حول مشاريعكم سيرين إيش عندك بعد الشقف إن شاء الله احنا تو نحضروا في المهر في المهرجان مسرح. مهرجان مسرحي مهرجين. دوك مهرجان عز الدين قنون من 24 ل 29 مارس 2019 باش تكون الدوره الاولى واللي هي باش تكون الذكرى الرابعه لرحيل عز الدين قنون معنا دوك عبد المنعم شويات المدير الفني باش نعملوا النق... معناتها النق... ندوه صحفيه مصغره في ايام دوك صارت في ايام قرطاج المسرحيه اللي اعلنا فيها على مبروك لعبد المنعم الجوائز اللي خذاهم اي وعبد المنعم شرفنا ومنورنا ان كان في المسرح ولا في السينما دوك شرف لنا كبير وهو ولد الحمراء ولد المركز العربي الافريقي دوك اه احنا دوك اعلننا انه فما المهرجان هذايا للشباب التوانسه شكرا, شكرا سيدي احمد آه أنا شكرا ما تعرفش تقص عليك شكرا <applause> عندي فانتاستيك سيتي ايجان مدينه العجائب مره اخرى اللي عرضت نهار 11 في المسرح البلدي بالعاصمه 24 وان شاء الله توا تا 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 للجهات كنا نشوفوا في الصور المشكور الفنان محمود شلبي على الصور هذيا صاحبك محمود شلبي نحيوه صاحبي نحيوه فوتوغراف وانيماتور كبير نتاع فنون تشكيليه أن نحب نطلب من المنبر هذا بوضوح ما نخليوش اللي يجي يسير مهرجان او مهرجان صيفي المهرجان الصيفي مش معمول باش نزيدوا نبلدوا عقول الناس هذا به هذا الرساله وصلت هذا موضوع اخر لو عمل المسرحيه تصرف عليه قريب ل ألف دينار من الضروري ان الناس في الجهات شوف شوف اتفق معك تماما لسهاد انا نحب نقول زبدة الكلام فصل مدينه العجائب مره اخرى ماهيش باش تكتمل الرحله باش تكون فما مدينه العجائب غدا او باش نحاولوا انه يكون نحب نستدعي الناس المسرحيين برا وشوفوا مسرحيه آه مدينة, مدينة رحلة مدينة العجيب انا جيت شفتها انا جيت شفتها شكرا آه البلاد وباهي <applause> الثورة وباهي المسرح باهي الثورة وباهي البلاد باهي المسرح باهي المسرح خليني نوري انا وريتهم في الحلقة السابقة من خليني نذكر بهم لأنه قليل ونوروا كتب على المسرح المكتبة المسرحية نتاعنا ضعيفه ضعيفه نحب ان, إن... لك عن قريب مسرحيه انت انا حبيب. ما مش انا آه ذاك مش انت هذاك مش انا خليني خليني نذكر بكتاب هذا إجب... نعاود بهم هذه السلسله اللي خرجت عم ناول سي محمود الماجري اشرف على هذه السلسله مع الهيئه العربيه لل... <applause> للمسرح ما قاعدين يشوفوا معناها ال... الغلاف اي بالضبط خطاب الشخصيه الهامشيه في نصوص المسرح الجديد بتونس لنسرين الدكداجي آه يسرى بن علي مسرح العبث في تونس من خلال تجربه الاقتباس وفي نفس السلسله الاخراج المسرحي في تونس آه لحمادي الوهيبي الدكتور حمادي الوهيبي هو مخرج ايضا آه مسرحي آه رياض حمدي الدكتور رياض حمدي الارتجال في المسرح التونسي واعتقد تروح الدكتوراه الدكتوراه اي تروح الدكتوراه والمسرح ايه التونسي مسارات حداثه للفقير الى ربه عبد الحليم المسعودي خليني نعرف بالنقد المسرحي هذا اشراف محمد المديوني صادر عن دار الهيئه الهيئه يقولوا لي ما تميلش، انا عارفش معلش انا عرفتش على روحي علاش نميل مع الكتاب، الهيئه العربيه للمسرح. ذاك الندوه نتاع ندوه نتاع العام الماضي, 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 متاع الماضي. متاع العام الماضي حول النقد ونحب آآ آآ نحكي على كتاب ترجمه مهمه لمفارقه الممثل بارادوكسي <applause> اور للكاتبه والمخرجه المسرحيه المصريه نوره امين ماذا تبقى؟ الكتاب لديدرو طبعا آه؟ الكتاب لديدرو والكتاب لا الكتاب وش قلت؟ قلت قلت ديدرو قلت سميت المترجم قلت ديني ديدرو تعس علي صحيتك باهي باهي داكور اذا آه ما تبقى <applause> آه انا نحب نهدي لكم آه غنايه آه راحوا تفرجوا راحوا تفرجوا في الممثلين فين فواغ لي كوميديان Charles Aznavour. Je te remercie. Je Les comédiens, voire les musiciens, voire les magiciens. Qui arrivent les comédiens, ont installé leur traiteau. Ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs. Ils ont donné la parade à grands renforts de trombours. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, Avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens. Voir les comédiens, voir les musiciens.